مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه، وها هي الانطلاقه لشوط الختام، اما بعون من الله تعالى وتوفيقه. وشوطنا 17 والاخير الذي تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه، ختام أشواط هذا الصباح الجميل. نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية، سوف تكون في تمام الساعة 2:30 من بعد ظهر هذا اليوم إن شاء الله، هو انطلاقة إذا أصحاب السمو الشيوخ في هذا الانطلاق والتحدي المميز. نسير بكم بهذا الانطلاق، نسير بالتحدي، نسير في الإثارة في هذه الانطلاقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وصدارة هذا الشوط شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول، المبارك بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، يأتي نشوان في المركز الثاني لمحمد بن علي بن خلفان الكعبي من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث يأتي هنا المسحل لمحمد في هذه الانطلاقة لعبيد بن جاسم الفقير العليلي من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز المركز الرابع مبدع لمحمد بن سعيد بن سليم لجتبي من ينطلق على المركز هذه اللحظات، هنا ايضا الرابع، وفي المركز الخامس اليورو لمحمد بن سعيد بن سليم لجتبي، ما شاء الله دافع باثنين بن سليم بهذا الانطلاق والتحدي المميز، وسادس المراكز ياتي هنا عواد لسهيل بن سعيد بن حمرور العامري على المركز السادس. هذه هي النتائج للمراكز الستة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذا الانطلاق والتحدي المميز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول، شاهين من يسيطر على زمام الأمور، المبارك بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من يسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق. نشوان في المركز الثاني لمحمد بن علي بن خلفان الكعبي من يأتينا على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث المنطلق مبدع هناك لمحمد بن سعيد بن سليم لقتبي من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المسحل لعبيد بن جاسم الفقير العليلي من يأتي بالمسحل على المركز الرابع، وفي المركز الخامس اليورو لمحمد بن سعيد بن سليم لقتبي مع اليورو على المركز الخامس، وسادس المراكز عواد سهيل بن سعيد بن حمرور العامري من يأتي بعواد هذه الانطلاقة على سادس المراكز. هذه نتائجنا للستة المراكز الأولى في هذا الانطلاق المميز والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة بعد أن ذعنا المراكز الستة الأولى في هذه المسيرة والانطلاق والتحدي، هناك لا زال مسيطر على زمام الأمور، هو الصدارة نشوه هنا في الانطلاق، شاهين هو المسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المبارك بن سعيد بن محمد الكريلي العامري في هذا الانطلاق. ركز يا أخوي يا عبدون، ركز مع هذا الانطلاق والتحدي المميز، أيضا مع شاهين على صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق، ما شاء الله وتبارك الله، سلالة شاهين الكريلي من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني. المركز الثاني يأتينا نشوان محمد بن علي بن خلفان الكعبي، وهناك مبدع مبدع لمحمد بن سعيد بن سليم نكتبي من يأتينا على المركز الثالث في هذه الانطلاقة، وفي المركز الرابع يأتي عواد على المركز الرابع لسهيل بن سعيد بن حمرور العامري على رابع المراكز، وفي المركز الخامس ينطلق هنا طربان
طربان ياتينا لسالم بن عبيد بن مبارك نكتبي على المركز الخامس، وفي المركز السادس المسحل لعبيد بن جاسم الفقير العليلي من ياتينا على المركز السادس في صلب المنافسة بعد المجاوزة لمنتصف المسافة ولوحة 3 كيلومترات وثلاثة ما تبقى على نهاية هذا الشوط، شوطي مسك الختام لهذه التظاهرة الصباحية المتميزة مع هجن أبناء القبائل في هذا اليوم، وذهب التوقيت الزمني الأفضل هناك أيضا بهذا الصباح مع عالي، توقيت عالي للسيد عابر بن خلفان الهاملي من سجل توقيت زمني مقداره 9 دقائق 15 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لك يا أبو خلفان على هذا الفوز المميز والتوقيت المميز أيضا، وشكرا يا خميس يا زرعي على أيضا المتابعة لهذا الشعار. نتابع مجريات شوط الختام، نتابع التحدي، نتابع الصدارة، نتابع شاهين هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المركز الأول. هنا لمبارك بن سعيد بن محمد الكليلي هو المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على مجريات هذا الشوط، بينما المركز الثاني، المركز الثاني نشوان لمحمد بن علي بن خلفان الكعبي، وهناك مبدع لمحمد بن سعيد بن سليم الكتبي من ياتينا على المركز الثالث في هذه المسيرة. وفي المركز الرابع عواد على رابع المراكز السيل بن سعيد بن حمرور العامري، وفي المركز الخامس طربان لسالم بن عبيد بن مبارك لقتبي، ووصل مقلوع هنا في هذه اللحظات عبد الله بن سعيد بن حميد الهايري من ياتينا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل، بالانطلاقة والتحدي المميز خلال هذا اللحظات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط هناك، والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط. لا زال شاهين هو المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والصدارة في هذه الانطلاقة الجميلة. شاهين مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي العامري من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نشوان، في المركز الثاني محمد بن علي بن خلفان لكعبي من يأتي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث المركز الثالث لا زال مبدع ولكن أرى التدخل القوي مع الكيلومتر الأخير. بدت الانطلاقات، هناك الوصول في هذه اللحظات من طربان سالم بن عبيد بن مبارك نكتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع عندك يا بنطوق مع الذيب قاسم بن سيف بنطوق العليلي من ياتينا رابعا، وفي المركز الخامس عواد لسهيل بن سعيد بن حمرور العامري، وسادس المراكز شاهين علي بن سالم بن علي بن داود الدرعي، ولكن هنا عرقوب بن علوه وانطلقا هنا، وبدت الاوامر الحاسمة والصدارة مع شاهين على صدارة هذا الشوط على المقدمة على المركز الأول. مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي هو المسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني ياتينا نشوان محمد بن علي بن خلفان لكعبي على ثاني المراكز والتحدي ثنائي جميل. يا سلام لمن الفوز، لمن الناموس. شاهين صامد من بداية الانطلاقة وهو على الصدارة على المركز الأول. تهانينا سلام وتحية واحترام لأهالي مدينة العين. تهانينا لأبو محمد هناك، تهانينا على هذا الفوز. هنا تهانينا المبارك بن سعيد بن محمد الكليلي على هذا الفوز. شكرا يا عبدون. المركز الثاني نشوان محمد بن علي بن خلفان.
لكعبي وفي المركز الثالث وصل جاسم بسيب بن طوق العليلي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع من وصل هناك أيضا المركز الرابع من وصل هناك طربان سالم بن عبيد بن مبارك لقتبي، والخامس هناك أيضا من وصل هذا الانطلاق والتحدي. تهانينا هكذا مشاهدينا الكرام نعود إلى التوقيت الزمني بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. تهانينا مشاهدينا الكرام للسيد مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي على فوز الشاهين بالمركز الاول، تهانينا له والناموس والسلامات لاهالي مدينه العين، والسلام ايضا لعبدون على هذا الاداء. 9:38 سته من الاجزاء من الثانيه هو توقيت الزمني، بينما المركز الثاني كان من نصيب نشوان من وصل على المركز الثاني ب9:39 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لمحمد بن علي بن خلفان لكعبي من اتى على المركز. اما المركز الثالث فسجل 9:40 بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس على هذا الاداء المميز لجاسم بسيب بن طوق العليلي، تهانينا للجميع. هكذا مشاركة